انت تعرف المولاي مولاي عبد الحفير؟ كل في كل في البلو حسبهم لي بيدك. ها زيد عاود واحد كسبي الاول شكون هو؟ واحد مولاي خالد بحمارة هو الاول بحمارة ايه حليب بيت هذا حليب بيت اهلا في المتجمع هذا ايه طيب فاز لك الاول مولاي الضربة الضربة مولاي يدير الزرهون نعم صار بها مازال صار بها مازال بحال هذا ايه وشكون اللي موراه؟ شكون اللي موراه؟ مولاي عبد العزيز مولاي عبد العزيز السلطان مولاي عبد العزيز كان عقل عليه مزيان الضربة والخزن ايه والثاني؟ الثاني شكون؟ مولاي عبد العزيز شكون اللي جا موراه؟ مولاي عبد العزيز مولاي الحسن مولاي الحسن الاول مولاي الحسن الاول عاوتاني تعرفه مزيان انا المثل هذا مزيان نعم تعرفه مزيان وحال مولاي لحال المثل ومولاي عبد الحفيظ مولاي حفيظ مولاي حفيظ مولاي حفيظ تعرفه مزيان تعرفه مزيان ايه هذا انا نفهمه مولاي عبد العزيز مولاي العطبان ها تعالوا تعالوا مولاي يوسف هاني عليك بعد الأول واحد واحد هو الحسن الأول جوج هو الحسن الأول ثلاثة مولاي حفيظ يتحدث عن سلاطين المغرب بالترتيب بتفصيل ذاكرة حية تحفظ أدق التفاصيل ثلاثة مولاي يوسف لا أربعة ثلاثة ومولاي يوسف محمد الخامس محمد الخامس السلطان محمد الخامس جابني وليد نعم فايدة نعم